على بقى نروح في سياق اخر. ودي الحاجة اللي مش هنقول زعلتنا بس مش فاهمينها، يعني مش فاهمينها. المركز السابع لصلاح في قائمة اللاعبين الأفضل في العالم، السابع برضو غريبة، يعني زي ما حضراتكم برضو تابعتوا، هو كان حفل الكرة الذهبية امبارح وكان حدث عالمي طبعا تم تخطيطه من أنحاء العالم يعني، وفاز فيها الأرجنتيني ميسي للمرة السابعة في التاريخ. كنا بنتكلم امبارح في الموضوع ده، وبرضو تاني ناس كتير، انا عند كلامي امبارح يا كريم، ناس كتير كانت بتقول لا مش ميسي صاحب الحظ الاكبر في هذه السنه، لان ميسي لو انت هترجع للسنه وتقيمه ما كانتش السنه الافضل. بتتكلم عن الاخفاقات اللي كانت لبرشلونه، المشاكل اللي كانت عند برشلونه كانت كتيره جدا، وحتى ميسي لم يكن موفقا، فازاي تم اختياره ده كان شويه مش مفهوم. طيب مين كان الكومبيتيتور برضو اللي لحد ما ناس كتير اتكلمت عنه؟ انا امبارح كنت بقول لك بنزيما، كان الشارع الفرنسي فعلا بيتحدث عن بنزيما بشكل كبير. ناس تانية كانت بتقول لك ليفاندوفسكي، لان هو اصلا كان الاكثر حظا في السنه اللي فاتت، لكن زي ما حضراتكم عارفين علشان كورونا برضو ما لم تقم يعني الحفله نفسها ما عملوهاش، لغوها. فيعني على كل حال، بس احنا هنتكلم عن كل ده بشكل اكثر تفصيلا، لكن برضو نرجع نقول السابع دي غريبه شويه. غريبة جدا مش شوية بس الحقيقة، وخصوصا مع التألق المستمر والدائم والمستدام مع محمد صلاح في الفترة الأخيرة. بس على فكرة كتير جدا من الناس كانوا بيلمحوا، والبعض منهم صرح كمان بأن الحكاية ليها حسابات تانية. أيوة. وأن الجانب التسويقي هو كمان ليه قوله، إلى جانب طبعا تصويت النقاد والمتخصصين.